اليوم الحمد لله بالفضل ديال مجموعه ديال اكليطال كتم الانطلاقه ديال واحد التقنيه جديده للعلاج بالاشعه بمدينه فاس. هذه التقنيه هي تقنيه العلاج بنوفاليس ديال برين لاب اللي كيمكننا اننا نديرو الاشعه بواحد الدقه اللي لا سيرتيتود فيها الي دو لوردر دو 0.1 مليمتر. وهذه التقنيه هذه كتمكننا باش نديرو واحد لي تكنيك كيتسمو لي تكنيك دو راديو شيروجي و لو راديو ثيرابي ثيرابي ستيريوتاكسيك. المركز ديال فاس هو اول مركز في المغرب واول مركز في افريقيا اللي كيدخل هذه التقنيه الجديده بعد الكوفيد اللي كتمكن انها تتبع المريض والتحركات ديالو بالاعتماد على واحد الكاميرا كيتسمو لي كاميرا سيرفاسيك اي تيرميك وكيطلعوا من نجاعه والفعاليه ديال الاشعه وبالموازات كيخفوا من الاضرار الجانبيه ديال الاشعه.